لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم، وعلى آله وصحابته، وأحيينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، لازلنا فيما كنا نتحدث فيه منذ أسابيع في موضوعات القرآن الكريم. هذه الموضوعات التي امتلأ بها القرآن وملأ بها عقول الناس وأدمغتهم وأفكارهم، من هذه الموضوعات ما تحدثنا عنه في عدة خطب في الملوك والحكام في القرآن الكريم. ذكرنا من هؤلاء الملوك الذين عرفوا بالعدل وإقامة الحق ومقاومة الباطل والانتصاف للضعفاء والمظلومين، كان من هؤلاء سيدنا داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وبلقيس التي عدلت وهي مشركة ثم آمنت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وتحدثنا عن ذي القرنين وهو ملك مؤمن، والآن نتحدث عن الفئة الأخرى، فئة الذين لا يعدلون ولا يقيمون القسط في الأرض. وهؤلاء معظم الحكام ومعظم الملوك في الأسف، كما قالت ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لا تعني الملوك إذا دخلوا بلادهم يفسدونها، لا، إنما تعني أن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين لها وغالبين يفسدون دونها، لهم هم مع البلاد بالإفساد ومع العباد بالإذلال. أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة،
قال القرآن وكذلك يفعلون. هذا شأن الملوك وشأن الاستعمار، حينما يدخل بلدا يذل العباد ويفسد البلاد، كما حكى الله تعالى عن قوم فرعون، قال رب إنهم عصوني واتخذوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، قومه عصوه ولم يتبعوا إلا هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب العزوة الذين لم يزدهم مالهم وولدهم إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، إلى آخر ما ذكره. وقال القرآن عن قوم هود وهم عاد، قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وكذلك قوم صالح وهم قبيلة ثمود، قال فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وذكر القرآن الملك الذي كان في عهد سيدنا إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا بعض المفسرين قال إنه النمرود، والقرآن لم يذكر لنا اسمه، ولذلك لا نرتب على هذا حكما. القرآن يذكر لنا القصص ولا يهتم بالأسماء ولا بالتواريخ ولا ما يعنى به المؤرخون من التفصيلات، إنما يذكر لنا رؤوس العبر. أهم من ذكره القرآن نموذجا للظلم وللطغيان والاستكبار والفساد والعلو في الأرض والمكر بعباد الله، أهم من ذكرهم القرآن في هذا هو فرعون مصر. وكلمة فرعون ليست اسما لملك، إنما هي لقب لكل ملوك مصر في ذلك العهد أو في تلك العهود. ملك مصر يسمى فرعون، وملك الفرس يسمى كسرى، وملك الروم يسمى قيصرا، وملك الحبشة يسمى النجاشي، وهكذا. هذه ملوك، هذه أسماء لهؤلاء الملوك. فرعون الذي اهتم به القرآن وذكره في عدد من السور، قصته مع موسى عليه السلام، موسى أحد المرسلين الكبار الذين بعثهم الله بآياته إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وملئه، ذكره الله تعالى في سورة البقرة وفي سورة آل عمران والنساء والمائدة والأعراف، أطال في ذكر موسى وفرعون، وفي سورة طه وفي سورة القصص وفي سور كثيرة من القرآن الكريم. حدثنا الله عن هذا الملك الجبار
الذي ادعى الألوهية وقال لقومه أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وحينما جاءه موسى بالرسالة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لا يسمح بأن يكون إله غيره في هذه المملكة. هذا فرعون الله تعالى قال عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. علا في الأرض، استعلى على الناس، اعتبر نفسه فوق الناس، يزعم نفسه أنه إله والناس بشر عاديون وهو مثلهم، لم يخلق نفسه ولم يخلق شيئا مما حوله. السماوات والأرض مخلوقة قبل أن يولد، كل شيء خلقه الله، ولكنه استعلى وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا. أهل مصر، الأرض هنا أرض مصر، القرآن يذكر مصر إنها الأرض كأنها كل الأرض، وهذا تعظيم لأمر مصر كأن من ملكها كأنما ملك الأرض. وهذا الفرعون هم يقولون إنه الذي سمي رمسيس الثاني الذي له تماثيل معروفة في مصر، فهذا فرعون جعل أهل البلد، أهل البلد كانوا قسمين، أهل البلد الأصليين من المصريين والذين انضموا إليهم منذ جاء يوسف عليه السلام وقال لأبيه وإخوانه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وعاش بنو يعقوب أي بنو إسرائيل في مصر من عهد يوسف عليه السلام إلى عهد موسى، تكاثروا وعاشوا مئات السنين أو آلاف السنين. فلما جاءت الفراعنة اعتبروا هؤلاء كأنما هم دخلاء عليهم، وهم دخلوا مصر بإرادتهم، لم يدخلوا مصر مستعمرين، حتى نقول إنه لا حق لهم، دخلوا مصر بإذن أهلها وعاشوا فيها معهم. ولكن فرعون أراد أن يبيد بني إسرائيل، يبيدهم، يذبح أبناءهم أي الذكور ويستحيي نساءهم للخدمة والمتعة. هكذا القرآن اعتبر بني إسرائيل الذين عاشوا هذه المئات من السنين في أرض مصر اعتبرهم أهلها، جعل أهلها شيعا، معناها إن الإنسان إذا عاش سنين متطاولة في بعض البلاد يكتسب جنسيتها ويصبح من أهلها ما دام قد دخلها بحق، لم يدخلها مستعمرا أو طاغيا على أهلها أو محاربا لها. جعل أهلها شيعا، يستحيي يذبح أبناءهم، في بعض الولاد يقتلون أبناء، التقتيل والتذبيح لهؤلاء الصغار الذين يولدون فيقتلون، يقتل نفسا زكية بغير نفس، وهذا ظلم أن يعذب الطفل الذي يولد من بطن أمه فلا يجد إلا السكين أو السيف يذبحه تذبيحا ويقتله تقتيلا. ف
فكان هذا من علو فرعون كما قال الله تعالى: وإنها فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وكما قال: إنه كان عاليا من المسرفين. هذا هو العلو، أن يعلو على الإنسان، يعتبر نفسه أعلى من غيره وهو ليس إلا مخلوقا مثلهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، طوائف، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وصف الله فرعون بالفساد والإفساد، وصفه بالطغيان والاستكبار، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وبالإفساد، إنه كان من المفسدين. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين طغوا في البلاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. جمع الله لهم بين الطغيان والإفساد، فهم أهل طغيان وأهل إفساد في الأرض. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فرعون هكذا كان شأنه في مصر، عرف أن بنو إسرائيل ربما يكونون خطرا عليه، وقيل إن بعض الناس قرأ له بعض النبوءة أو رأى له بعض الرؤى أو هو الذي رأى، كل هذه أقاويل. على كل حال رأى إن هؤلاء الناس لابد أن ينتقم منهم، ولابد أن يبيدهم شر إبادة، وشر الإبادة من أول الأمر، من أول ما يولد الطفل، وهذا أعظم فساد في الأرض، أن يقتل الإنسان بلا ذنب ولا جريرة. الله خلق هؤلاء الأطفال تحكم عليهم بأنهم سيكونون ضدك وتقتلهم، فهذا من إفساد فرعون، إنه كان من المفسدين. وأي إفساد أكثر من قتل الأطفال البراء الذين لا ذنب لهم؟ الناس يقول لك يعني الصبي كأنه نبي، لا ينبغي للناس أن يقتلوا الصبيان أو يؤذوا الصبيان، مجرد إيذاء. مفروض الطفل ترعاه، الأب يرعاه، والأخ يرعاه، وابن العم يرعاه، والجار يرعاه، والصديق يرعاه، الرجل يرعاه، والمرأة ترعاه، والكبير يرعاه، والصغير يرعاه، هذا شأن الأطفال. أما أن يذبح الأطفال فهذا شأن الجبابرة، الجبروت، والطغيان، والاستكبار في الأرض، وادعاء الألوهية. هو الذي جعل فرعون يذبح هؤلاء الأطفال. ولذلك حينما جاءه موسى وهو طفل، حينما ولد موسى عليه السلام ولد في هذا الجو الذي يذبح فيه الأطفال وهم صغار لا ريش لهم، فأوحى الله إلى أم موسى، ألهمها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا خفت على ابنك إن يقتله القتلة الطغاة ألقيه في اليم، ارميه في البحر. حد يقول له ما
تفعل عليه ابنك ارميه في البحر. ولكن هذه المرأة عرفت أن هذا وحي إليها من الله، فصدقت بكلمات ربها ووضعت الطفل في صندوقه ورمته في البحر، وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره، وحطته في نهر النيل. المقصود بالبحر هنا نهر النيل، وكان قصر ملك مصر على نهر النيل. الناس حينما يبنون قصورهم على الأنهار ويطلون على هذه المياه الجارية والغزيرة، يكون هذا من أبهة الملك ومن الترف الذي يبحثون عنه. فالمهم التقطه آل فرعون، القرآن يقول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الله تعالى قال لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني أمرها ونهاها وبشرها بأنه حيرجع إليها وهو طفل، وربنا كمان سيجعله من المرسلين. فوضعته في النهر وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. راحت إليهم ولدت الولد كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يجيبوا له أي مرضعة لا يمس ثديها. وأول ما رآه فرعون أراد أن يقتله، فقالت امرأة فرعون وهي التي آمنت بعد ذلك بموسى وأصبحت من النساء التي أكملهن الله، من أربع نساء أكملهن الله، آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرعون ما كانش بيخلف، خلينا نستفيد منه يمكن نجعله ابنا لنا. فسكت فرعون وهم لا يشعرون. التقطه آل فرعون، الله يقول ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام ليكون لهم يسموها لام العاقبة أو لام الصيرورة، يعني في العاقبة سيكون عدوا، ولم يلتقطوا هذا، إنما هي في النهاية كان لهم عدوا وحزنا، كما يقول الإنسان لدوا للموت وابنوا للخراب. أنت بتولد ما بتولدش للموت، إنما النهاية كل مولود يموت، وبيبني لا يبني للخراب، ولكن كل مبنى سيخرب. هذه لام العاقبة، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خاطئين هنا يعني ظالمين، خاطئ الظالم، المخطئ غير الخاطئ، المخطئ من يفعل الشيء خطأ، والله تعالى وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني ليس عليكم إثم، إنما قد يكون عليك دية إذا قتلت الإنسان خطأ، إنما ليس عليك إثم لأنك لم ترد هذا ولم تقصد إليه، إلا إذا كنت مهملا وحد ترك سيارته خربانة وبيسوق بها، لا، ما هذا يكون عليه نوع من الإثم. إن فرعون
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الله سبحانه وتعالى جعل جنود فرعون مثل فرعون. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعينونه على ظلم الناس. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك حينما أخذ الله فرعون أخذه ومن أعانه، فرعون وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فخاطئين بمعنى آثمين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من احتكر فهو خاطئ. الذي يحتكر الطعام، يحجز الطعام ولا ينزله في الأسواق لتغلو الأسعار، والطعام موجود عنده ولا يرضى أن يبيعه حتى يغلو ويغلو ويغلو وبعدين يبيعه للناس بأغلى الأثمان، هذا آثم. من احتكر فهو آثم. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ذهبت أخت موسى عليه السلام. نجد في قصة سيدنا موسى ذكر النساء أكثر من ذكر الرجال. هل علمتم بما فعل أبو سيدنا موسى؟ لم نعرف شيئا. ماذا فعل أبو موسى؟ الله تعالى لم يذكر لنا شيئا عنه، إنما ذكر لنا أم موسى وما فعلته، وذكر لنا أخت موسى، وذكر لنا امرأة فرعون، وذكر لنا بنت الرجل الذي ذهب إليه موسى وقال له: نجوت من القوم الظالمين، حينما سقى لها في مدين. فسيدنا موسى محاط بعدد من النساء الذين اللائي كن لهن دور في قصته وفي حياته من أول يوم، من أول ما ولد. فقالت أخته، لم يذكر لنا القرآن اسم أخت ولا اسم من أمه ولا اسم امرأة فرعون ولا اسم المرأة التي تزوجها، لأن القرآن لا يهتم بذكر الأسماء وهذه الأشياء، كما قلت لكم يهتم برؤوس العبر. ماذا نأخذ من هذه القصة؟ ذهبت أخته إلى آل فرعون وقالت: ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أنا أعرف ناس يعني طيبين كان عندهم مولود ومات أو غاب، وهم يستطيعون أن يرضعوا هذا الطفل، وهم ناصحون لكم، ناس مخلصين لا يمكن يفرطوا فيه أبدا. فاستجابوا لهذه المرأة التي لا يعرفونها، وأعطاهم أعطوها الطفل موسى، وذهب عاد إلى أم موسى: إن ردوه إليك، إن ردوه إليك وجعلوه من رده الله إلى أمه، ردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا الله عز وجل منذ طفولة موسى عليه السلام، لأن ربنا حينما ذكر علو فرعون في الأرض وجعل أهلها شيعا واستضعاف طائفة منهم بتذبيح الأبناء واستحياء النساء، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا كان فرعون يعمل هذا الله يريد شيئا آخر، الله يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين في الأرض الذين يعذبون ويظلمون وتغتال حقوقهم ولا يعترف لهم بشيء، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم حكاما في الأرض، نجعلهم ملوكا في الأرض، نعطيهم في الأرض ونمكن لهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يرثون من ممالك هؤلاء الطغاة والظلمة الذين استكبروا على عباد الله. هكذا ذكر الله هذه القضية الكبيرة. وكيف يمكن الله لهؤلاء المستضعفين في الأرض؟ كيف يصبحون هم الوارثين؟ يبين الله لنا كيف يصنع. نجيب لك القصة من أولها، حينما يريد الله شيئا يصنع له ويهيئه من الألف إلى الياء. ما بيجيبكش من أول ما موسى جه وقال له يا فرعون، كيف أعد الله هذا الذي سيزول على يده ملك فرعون، فرعون الذي ذبح الآلاف وعشرات الآلاف من قرون سبقت من قبل موسى، وهم يعدون العدة لتذبيح هؤلاء بني إسرائيل. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي من يزول ملك المصريين الفراعنة الطغاة على يده، أنجاه الله، وأنجاه الله بأن يتربى في بيت فرعون وتحت سمعه وبصره، هو اللي يصرف عليه ويأكله ويشربه. أليس هذا سخرية من الأقدار بهؤلاء الطغاة الذين يظنون أنفسهم أنهم يملكون كل شيء وهم لا يملكون ولا أنفسهم، حتى أنفسهم لا يملكونها. حينما يأتيهم الموت لا يستطيعون أن يردوا الموت، حينما يأتيهم المرض لا يستطيعون أن يردوا المرض، حين تأتيهم المصائب لا يستطيعون أن يردوا المصائب. الله سبحانه وتعالى هيئ لفرعون أن يولد ثم يذهب، هيأ الله لموسى حينما يولد أن يذهب إلى قصر فرعون، فرعون الطاغية الذي قتل من بني إسرائيل ما قتل وذبح ما ذبح، أراد الله له أن يكون راعيا لفرعون، يتربى في قصره، يخدمه خدمه وحشمه ورجاله ونساؤه، كل ما يطلبه مجاب وكل ما يأمر به مطاع، ابن فرعون. فعاش في هذا البيت ويتردد على بيت أمه التي أرضعت، لأنه لا يمنعه أحد أن يتردد على امرأة أرضعت، هم لا يعرفون أنها أمه التي أنجبت وحملته في بطنها 9 أشهر. فظل موسى طوال طفولته وجزءا من شبابه حتى دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، بعد أن استوى موسى، قال ولما بلغ أشده واستوى،
آتيناه حكما وعلما. سيدنا يوسف قال لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، إنما سيدنا موسى قال لما بلغ أشده واستوى، أن موسى ما بلغش بسهولة، بلغ بهذه الصعوبات التي مر بها. لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فمن طفولته ومن شبابه آتاه الله هذا الحكم، كما آتى يوسف من قبل، وكما آتى يحيى من بعد، وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. المحسنين أهل الإحسان والإتقان، وأهل الإحسان إلى الناس أيضا، هؤلاء هم المحسنون الذين يحبهم الله ويؤيدهم بمعيته، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب المحسنين وبشر المحسنين. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المدينة العاصمة التي يعيش فيها فرعون، لم تكن القاهرة، القاهرة لم توجد إلا في العهد الإسلامي في 104 من الهجرة، إنما كانت مدينة كبيرة هي عاصمة فرعون وعاصمة ملكه. دخلها موسى على حين غفلة من أهلها، في حالة سكون، لا حالة حرب ولا حالة صراع ولا شيء من هذا. فورد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، اثنان يختصمان في الشارع ويقتتلان، واحد من شيعة موسى يعني من بني إسرائيل المستضعفين، واحد من المصريين الذين ينتسبون إلى فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الرجل دوكم قوي ويعني مستعز بفرعون وجنود فرعون وأتباع فرعون، والرجل آخر وإن كان قويا ولكن أضعافه سوء حاله، لم يستطع أن يرد عليه هجومه وإيذاءه. فاستغاثه، استغاث سيدنا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. كل ما فعله سيدنا موسى وكزه، اداله بوكس بهذه اللكمة قضى عليه. سيدنا موسى كان قويا، قويا في جسمه، قويا في نفسه، وقويا في إرادته، فأعطاه هذه اللكمة، الرجل لم يتحمل، يعني انتهى في هذه اللكمة، قضى عليه. ما كان موسى يريد أن يقضي عليه، هو يريد أن يخلص صاحبه من هذا المتجبر على صاحبه، هو رجل ضعيف ولكنه مستكبر. فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان
إنه عدو مضل مبين. ندم سيدنا موسى على هذا الذي حدث منه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ندم في نفسه واستغفر الله عز وجل على هذه المصيبة التي وقعت منه، وما كان له بها من نية قاصدة أو عامدة أبدا. استغفر ربه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، ولكنه مع هذا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا رب بما أنعمت علي من القوة والإرادة والحرية والقدرة لن أستخدم قوتي في أن أكون ظهيرا وعونا للمجرمين أبدا، هذا ليس شأني، أنا عدو للمجرمين وعدو للظالمين وعدو لكل من يستخدم نعمة الله في النقمة على عباده والعدوان على خلقه. رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأخذ عهدا مع الله أن يكون مع أهل الحق دائما وليس مع أهل الباطل، مع أهل العدل وليس مع أهل الظلم، مع المستضعفين وليس مع المستكبرين. وأصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا سيحدث بعد ذلك. هنا نقف عند هذه الفقرة لنتحدث عنها في جمعة قادمة إن شاء الله، لنستكمل قصة الفرعون الذي جاء إليه موسى برسالة من ربه فأبى واستكبر وكان من الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ادعوا الله تعالى يستجب لكم.